غادي نصور اخويا كلشي انا معاك. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من دوار الوحش البروج. هذا هو المكان اللي تقتل فيه، ولكن خرجوا ولا دخل على قول داخل كاين الدم. غادي تكلمي انت، غادي تكلمي ندخلوا لداخل ورينا شنو. بلاتي يا بنتي بنتي تفضلي. بارك بارك عليك. بلاتي لا لا بلاتي انت خويا جاب تبارك ولا سميت باباها هنا حطه هنا حطه هنا كان مع الدري ولد الجيران دق عليه حل 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 ضربوا بجنون هدم خويا هالصنداله مشى لابسها وهالصنداله هتهدم الصنداله ديالي اجي ادخل بيت العشاء تاع ولدي هات خويا ها ولدي في الناس اول عصبه ابنيكتو هنا وروح راهو ومرتو تما البنيه ديال هنا البنيه هنايا وهو ها هو ولدي الاخر ها الصغير ها هو في الكنس لا حول ولا قوه شتيه ها هو حب صغير ها هو راه ديال الخير دار ولدوه خليتي ولادك ويدير لي انت اختي عاودي لنا المشكل بالضبط انت الام ديالو ياك الام ديالو نعم ولدي ميكانيك نعم بغاه يخدم معاه نعم صيفط لي واحد السيد قال لي ما بغيش نخدم هذا نعم قال لي راه قال لك باغي ما نخدمش معاك ملي قال لي ما بغيش نخدم معاه حكاها فيه جاب لي خمسه طن الناس هنا الخمسه هزو ويه هو مقدر طويل بزاف مع ديك الدعقه ولدي عيط عليه قال شكون دري ولد جيران امين امين ولد جيران ملي طلع عليه كيسحابو امين الساعه اللي حل ولدي الباب جبد عليه الجنوي ضرب ليه الفرخ ديال ولدو هذا طار يعني مشات ليه الودن مشات ليه الودن ديالو مشات ليه الودن ديالو هزو دخلو في التوارق ولا سميت باباها ديك الطوموبيل تاعتو ما كان عارف السميه ديال الطوموبيل كحنا كات كات هزو داه جانو الميساج مع الحساسه دري عيطت عليا قالت لي زعلوا عافقوني زعلوا خرجوني غادي شي يقتلني انا حنا جينا انا وشيخي انا وراجلي ديناها انا مطحوخ ديناها للدار ملي ديناها للدار دوك ديالو كلاب قولوا لنا ديالو ولاو كيعيطوا علينا في التليفون الباه صافي عكون هاني سكون هاني سكون هاني بلا ما فيش حاجه جدرميه اصلا جدرميه كيشدوا الفلوس اصلا كاسبين اصلا شارين المخزن شارين كلشي ودا مرتو وولادو ودا ولدي والمرت ولادو في الفيلا هذه من هاد الجهه ما مشيتيش شتيها من هاد الجهه وولدي داه عزلو بوحدو قاعد يدوز عليه دار هذيك البلاصه اللي فيها الدجاج ديال الدجاج ديك اللاصيره ديال الدجاج دير فيها واحد الدويره صغيره فيها طواليت فيها مكلسات البيوت دخلت ليها انا قبيله شفت ولدي ما غطى حدم هذا هو الدم ديال ها هو الدم ديال ولدي ها هو الدم ديال ولدي ها هزيتو ما بقاش تجيني الاسعاف دخل ديك التيره بقيت كنطلب فيه جهزنا جات الاسعاف وصلنا للسبيطار قال لينا قال اللي عيط على بواه هشام هشام عدنان هشام ملي عيط على بواه قال لي سير دي سير دي الطبيب دي لابيلانس لولدك راه مضروب ولدك يموت لا قال لي راه مضروب مضروب ملي مشي راسط ولدي انا في التبخبيخه ديال الموت صافي قلبتو بقيت كنغوت جاو لابيلانس هزو لحقنا السبيطار ديالنا ديال الحومه مات مات في السبيطار ديال الحومه هادشي وقع البارح بالليل مع الوحده وربع وحده وربع مع الوحده وربع انا كي قلت الهضره في السطات كنقولها سهله داكشي عندنا مضبوط هما كياخذوا عباد الله كياخذوا الدراري كياخذوا الدريات هذا ولدي انا حنا يعني تصاب مع مرتو كون ما صابش مع مرتو كان غادي يغبروا كان غادي يغبر كيما غابرين اخرين قبل من ولدي انا غابرين ناس اخرين قبل من ولدي كيتكرفس على العساسة كيتكرفس على الخدامة كيصوتهم ما كيخلي ما يدير ليهم شتي الدرجة السيبة كاينة هنا السيبة في البروج بزاف حنا طالبين مساعدة الحموشي بغينا البوليس يدخل البروج وبغينا المراقبة تكون في البروج وسيدنا الله ينصحو يشوف هادشي اللي جرى ليا لولدي خلاه عندو جوج الوليدات عندو جوج عندو بنت وعندو ولد هاز راج ديال البنت هو شتيه هاز راج ديال الولد هادي هي البلاصة فين كينعس فيها ها هو البلاصة فين كانوا ناعسينها وقومرتو راه باقي ما نطهر دابا لاح المنطا وخرج كيسحب شي واحد شي واحد دق عليه شي واحد دق عليه تبع الحل حل الباب حيدت عليه بالجروي دخلو راه فردة ديال الصندارة فردة مشات في الطوموبيل راه سيدي راه المخزن جايين هادي هي الفردة ديال ليلى راه فردة ديال الخدمة ليلى خذ من عند الميكرو صافي خويا صافي خويا عيدي عيدي يا مهدي
كنت تشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في على المباشر من مكان من مكان المنزل اللي استوى فيه العناصر ديال الدرك الملكي، يعني في انتظار وصول العناصر ديال الدرك الملكي العين المكان، يعني العناصر ديال الدرك الملكي العين المكان اللي كتحاول الحضور في هذا الاثناء المنزل ديال الضحيه، يعني مختلف التلاوين ديال العناصر ديال الدرك الملكي اللي كيحضروا في هذا الاثناء المكان ديال المنزل اللي صفاوا فيه اللي صفاوا نور الدين. نور الدين اللي عنده 34، يعني نور الدين اللي عنده 34 سنه 32 سنه، يعني نور الدين اللي عنده 32 سنه، نور الدين اللي عنده 32 سنه. هذا هو المكان، يعني الحضور ديال العناصر ديال الدرك الملكي، رئيس المركز القضائي للدرك الملكي العين المكان، يعني المكان اللي تم فيه التصفيه ديال هذا الشخص نور الدين اللي عنده 32 سنه. حيدا ولده حيدا ولدي حيدا يعني حضور العناصر ديال الدرك الملكي لعين المكان المنزل ديال هاد الشخص اللي صفاوا فيه، يعني بحضور ديال القائد ديال السريه ديال الدرك الملكي اللي كيحضروا لهاد العين المكان، يعني من المنزل اللي صفاوا فيه نور الدين. نور الدين الشاب اللي عنده 32 سنه اللي عنده 32 سنه سير الى الحسين يعني كيف كتشوفوا على المباشر متتبعين مشاهدي الاوفياء القناه شوف تي في، يعني الحلول العناصر ديال الدرك الملكي العين المكان، حضور يعني القائد ديال السريه ديال الدرك الملكي بجهويه سطات زيد يا لالا زيد زيد يعني هذا هو المنزل متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذا هو المنزل اللي تم فيه التصفيه ديال الشاب نور الدين اللي عنده 32 سنه اللي عنده 32 سنه. هذا دوار الوحش بالبروج، شخص اللي عنده 32 سنه، حلول العناصر ديال مركز التشخيص القضائي التابعين لجهويه سطات، القيام يعني بمختلف الاجراءات والابحاث واستكمال الاجراءات والابحاث، يعني الفك طلاسم ديال هاد الجريمه البشعه اللي عرفتها المنطقه ديال البروج. كنتواجدوا الان بدوار الوحش، العناصر ديال مركز التشخيص القضائي، العناصر ديال المركز القضائي للدرك الملكي بجهويه سطات، كان استنفار يعني امني لمختلف العناصر ديال الدرك الملكي بالحضور ديال القائد ديال السريه ديال الدرك الملكي بجهويه بسريه سطات. كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء، يعني استنفار امني حضور العناصر ديال الدرك الملكي المكان المنزل اللي وقعت فيه هاد الجريمه البشعه. هذا هو دوار الوحش، هذا هو المنزل ديال نور الدين اللي تم التصفيه ديالو من طرف واحد الشخص، حاولوا قطعوا لي الاذن ديالو. الام ديالو كتقول بانه يعني الام ديالو كتقول بانه راهم مارسوا عليه، يعني مارسوا عليه البحث القضائي، التشخيص القضائي،
التحريات والابحاثيه الكفيله بمعرفه لغز هاد الجريمه البشعه اللي عرفتها المنطقه ديال البروج وبالضبط من دوار الوحش وكانت العناصر يعني العناصر ديال المركز الدرك الملكي اللي كتقوم بمجهودات يعني متواصله حضور مختلف العناصر ديالها والتلوينات ديالهم لفك لغز ديال هاد الجريمه البشعه اللي عرفتها المنطقه ديال البروج المدينه ديال البروج وبالضبط يعني دوار الوحش لازالت العناصر ديال المركز القضائي للدرك الملكي بحضور يعني القائدية السرية ديال الدرك الملكي لعين المكان لفك لغز هاد الجريمة البشعة اللي عرفها الدوار الوحش بالبروج نور الدين اللي تم التصفية ديالو من طرف شخص يعني تم التصفية ديالو من طرف شخص متزوج عنده جوج ديال الأبناء عناصر ديال مركز التشخيص القضائي اللي كتحاول جاهدة القيام يعني بمجموع الأبحاث والتحريات لفك لغز هاد الجريمة البشعة اللي عرفتها المنطقة ديال البروج وبالضبط يعني الإقليم ديال ستارس العناصر ديال المركز ديال التشخيص القضائي التابعي للجهوية الدرك الملكي يعني كيقوموا بالأبحاث ديالهم بحضور قائد سرية ديال الدرك الملكي كنشكركم على التواصل وفي يعني في إطار التوصل في إطار الأم ديال الهالك والأخ ديال الهالك الأسرة كيحاولوا كيقدموا شروحات العناصر الدركية هذه الأم ديال الهالك اللي كيحاولوا يقدموا يعني شروحات المركز القضائي رئيس المركز القضائي بسرية ستات يعني كيعطيو شروحات لمعرفة يعني اللغز ديال هاد الجريمة البشعة اللي كتعرفها المنطقة ديال البروج اللي كتحاول تعرفها المنطقة ديال البروج وبالضبط يعني دوار الوحش يعني عند المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر يعني الحضور ديال العناصر ديال الدرك الملكي بالحضور ديال القائد ديال السريه ديال الدرك الملكي بجهويه ستات رئيس المركز القضائي التشخيص القضائي وجل العناصر الدركيه اللي العامله العناصر يعني اللي كتحاول جاهده الفك لغز ديال هاد الجريمه البشعه اللي كتعرفها هاد المنطقه اللي دوار الوحش باقليم البروج كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء فور التوصل بمعطيات يعني جديده اننا نوافيكم بها من امام منزل الهالك نور الدين اللي راح ضحية جريمة قتل بشعة من طرف شخص حيد ليه الودن ديالو حاول انه يمارس عليه كيف ما صرحتنا الام ديالو البحث القضائي التحريات هي الكفيلة بفك لغز هاد الجريمة البشعة لازالت العناصر ديال الدرك الملكي ترابد بعين المكان امام منزل الهالك نور الدين اللي صفها لي شخص هنا بالمنطقة ديال البروج كنشكركم على التواصل والتفاعل وإلى اللقاء في بث مباشر آخر وفي تفاصيل جديدة.